أخوكم المتظاهر صيدلاني علاء كامل الركابي من مدينة الناصرية البطلة، مدينة الناصرية البطلة في ذي قار البطولة. أسلم على أخواني المتظاهرين الموجودين في ساحة التحرير في عاصمتنا الحبيبة بغداد. اليوم أنا جايكم بطلب، إن شاء الله ما تردون طلبنا. إحنا بلدنا كله ديمر بوقت عصيب وظروف عصيبة، مطالبنا كلها كبار، مطالبنا كبار وتوحدت على مستوى البلد. إحنا عندنا مجموعة أفكار أحب أطرحها عليكم اليوم. بدنا نطرح الفكرة الأولى، أطرحها على حضراتكم، فكرة تصعيدية بطريقة سلمية لكن طريقة مؤثرة وتهز الأحزاب الفاسدة، الأحزاب المجرمة، حكومة الفساد والجريمة اللي استخدمت ويانا أنواع العنف والقمع. فكرة بسيطة، أطلب من حضراتكم إذا اقتنعتوا بالفكرة أن نبدأ ننفذها على بداية الأسبوع. كل البعثات الدبلوماسية اللي موجودة في بغداد، كل السفارات، نوقف قدامها باعتصام سلمي مدني، الرصيف اللي مقابل السفارة، الرصيف اللي مقابل البعثة الدبلوماسية، نرفع عليه مجموعة عبارات Save Iraqi people, the Iraqi government and criminal parties killed us with cold blood, stop any diplomatic contact with the criminal Iraqi government. أنا أتمنى على حضراتكم هالعبارات الثلاثة، هذه واحد وهذه اثنين وهذه ثلاثة. أتمنى على حضراتكم إذا اقتنعتوا أنه كل سفارة من السفارات نكتبها باللغة الحية، يعني نوقف قدام السفارة الفرنسية نكتبها العبارة باللغة الفرنسية، نوقف قدام السفارة التركية نكتبها باللغة التركية. وإن شاء الله إذا اقتنعتوا بالفكرة إن شاء الله راح نكون إحنا معاكم، راح نكون موجودين في هاي الوقفة.